عام وانتم بألف خير، صوما مقبولا وافطارا شهيا دوما نتمناه لكم. برنامج الصفقة يتواصل واياكم لليوم فيما واحدة من اجمل مدن شمال الضفة الغربية بعاداتها الرمضانية واجواءها الساحرة والخلابة بطقوسها ومحبة ناسها وبطيبتهم هنا في مدينة نابلس. اليوم برنامج الصفقة مع دجاج عزيزة، الدجاج الصحي، الدجاج الاكثر من لذيذ وشهي بالتأكيد في هذه الأثناء، دوما نتمناه لكم مشاهدينا الأعزاء. الدجاج عزيزة أعلاف نباتية 100%. مشوارنا يتواصل وإياكم طبعا يوميا في معنا ثلاث قسائم، وبالتأكيد أول واحد قاعد بتطلع علينا. كل عام تم خير. أنت بخير حبيبي، كيف أجواء رمضان؟ الحمد لله رب العالمين. كيف أنت ودجاج عزيزة؟ والله ألاق بستعمله بستعملوش هاي وأني طيب. إن شاء الله بيكون لك نصيب تستعمله معنا اليوم. تمام ان شاء الله. بدي اسالك سؤال، برنامج الصفقه سؤال ولا سؤالين؟ احنا بنعرض عليك عرض وانت بتجاوب اما او لا. سؤال ولا سؤالين الصفقه؟ لا سؤالين الصفقه. السؤال الاول، من هو الادرد؟ في خيارات. من لا فيش صفقه هاي، من هو الادرد؟ والله ما بعرف. طيب باشا كل عام بخير. انت بخير يا عمري. شو رايك بدجاج عزيز؟ ممتاز 100% ابدا. طيب الصفقه اليوم سؤال ولا سؤالين؟ سؤال. طيب اذا سؤال، السؤال يا باشا، ما هو الشهر الذي يجعل من كل سنه كبيسه؟ اللهم صل على سيدنا محمد. لف على الكاميرا عشان يصورك وانت هسه قاعد، تتخيل بالجاجة كيف على ضد مايل. اظن شهر كبيسة بيجي شهر ثلاثة. كمان محاولة خمسة. حظنا اوفر، مشوارنا مكمل في برنامج الصفقة مع دواجن عزيزة. لا متسابق جديد. كل عام وانت بخير. اولا خير يا حبيبي، كيف اجواء رمضان؟ الحمد لله رب العالمين، الله يجعلنا كل عام وهن بخير ان شاء الله. جاهز معنا؟ تفضل يا سيدي. طيب السؤال، برنامجنا اسمه الصفقة مع دواجن عزيزة، دجاج صحي 100%. تمام؟ تمام. السؤال اللي بدي اسألك اياه، معك تجاوب على سؤالين او سؤال، انت اختار شو اللي بدك. سؤال. من هو الادرد؟ من هو الأدرد؟ الأدرد. من هو الأدرد؟ كوبونك هسك قسيمة شراء ب 100 شيكل من دواجن عزيزة. من هو جوجل شو؟ لا والله بحكي مع المدام قاعد. البحر. طب شو من هو الأدرد؟ والله مش عارفين. خلينا نكمل مع برنامج عزيزة في برنامج الصفقة لليوم في مدينة نابلس. تعال يلا هسه بجيك. تعالي تعال. احنا مكملين واياكم في الاجواء الرمضانية لمتسابقة جديدة. كل عام وانتم بخير. انت بخير. انا بخير. كيف اجواء رمضان؟ الحمد لله ما شاء الله عنها. جاهزي معنا برنامج الصفقة مع عزيزة، جاوبي على سؤال ولا سؤالين؟ بدك اياه مش انت. لا انت سؤال بكفي. ايه سؤال بكفي. سؤال بكفي. طيب السؤال لإلكم، منزوره وبزورناش، منعطيه ما بيقبل منا، قلبه كاسي. بنزوره وبزورناش، منعطيه وما بيقبل منا، مين هو؟ ميت. السؤال الأول صح بس بدون إجابات جانبية. السؤال الثاني استنى شوي، بنشوف وما بشوف؟ الخيار. هاي كوبون مقدم من دواجن عزيزة قسيمة شرائية ب 100 شيكل. كل عام وأنتم بألف خير. طيب لمتسابقين جداد، شوي أنت لسه بتحكي مع المدام. والله بحكي أول مع المدام. طب شو الطبخه اليوم؟ والله الطبخه اخضر، بتعرف الاخضر؟ يلا الاخضر الابيض، احنا بنشتغل في الاخضر. طيب خليها تساعدك. تمام. بلكي اليوم بكره طبخنا ان شاء الله على الله. طيب السؤال بحكي لك يا باشا، شو السؤال يا باشا؟ السؤال لا اخضر لا ابيض، ابعثوا لي هلا كم هاي. طلع احنا وين؟ عند السمك. اوكي عقبالنا مع دواجن عزيزه.
كم عظمة تتكون منها سمكة القرش؟ كم عظمة تتكون منها سمكة القرش؟ الهيكل قصدك ولا اللي... كم عظمة تتكون؟ هسا الإنسان 206 عظمات خالصين إحنا الله وكيلك. سمكة القرش كم من عظمة؟ 360. سمكة القرش كم عظمة؟ آخر محاولة. بعكو 24 عظمة. حظا أفضل. كل عام وأنت بخير. كملين وإياكم مشاهدينا الأعزاء لمتسابق جديد، كل عام تبقى وأنت بخير وبالصحة. كيف أجواء رمضان؟ والله الحمد لله ما شاء الله. طيب إحنا اليوم مع برنامج الصفقة مع دجاج عزيزة وإن شاء الله بيكون حظك معنا، تمام؟ السؤال بحكي لك سؤال. صلي على الرسول. اللهم صل عليه. سيدي النبي صلى. اللهم صل عليك. اللهم صل على الحبيب المصطفى. اللهم صل عليه. ما أحب الألوان إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ خليك هسه بجي. ما أحب الألوان؟ الأبيض. إيش؟ الأبيض. أنت بتتمشى من وجه طيب؟ هاي قسيمة شراء مقدم من عزيزة بقيمة 100 شيكل لليوم. كل عام وأنت بخير. وأنت بخير وبالصحة والصحة. طيب لمتسابق جديد في هذه اللحظات. من طول كرم؟ ليش يعني من طول كرم؟ عشان الفجر طول كرم. والله جينا عشان نصول صلة الأرحام بتعرف كالعادي. والله الحمد لله رب العالمين. طلع هذا البرنامج ايش فيه؟ لا يمين ولا شمال. صحيح. دغري. صحيح. جاهز معنا؟ ان شاء الله. بدك تجاوب بسؤال ولا سؤالين؟ اللي بدك اياه انت. للكل. لا اللي بدك انت. مش انت شو بدك؟ والله بسؤال. سؤال من هو الادرد؟ فش كل ما على السؤال فش خيارات مثلا؟ لا. ما مرش علي بصراحه يعني. من هو الادرد؟ اللي بيعرف يجاوب والله. من هو الادرد؟ مين؟ الأدرد. الأبرد. الأدرد. هسا الأبرد ما كثار بردين. من هو الأدرد؟ والله إذا في خيارات ممكن نجاوب، أما والله أقول لك عارف ولا ما عارف. حظا أوفر يا باشا، كل عام أنتم بخير. على راسك قلت الكرم، راجعين بعد ما نخلص. الكرم كله على راسنا. الله يرضى. مكملين وإياكم مشاهدينا الأعزاء في برنامج الصفقة. إيش هو؟ احكي لي السؤال قبل ما أنك تصور. وبعدها يعني والمشاهد شو بده يعرف؟ لا بعدين خلص بتجيب واحد غيره. طب هسا عندنا مشكلة، إحنا هون في برنامج الصفقة. جاهزة معنا؟ جاهزة معنا مع يلا. مع دجاج عزيزة. كيف دجاج عزيزة؟ كويس ومنيح وبتعامل معه 100%. دجاج صحي طبعا، الدجاج بتروح وهي ونضيف. خلص بديش أحكي أنا، هاي اللي مجربين، اسأل مجرب ولا تسأل الخبير. طيب السؤال اللي بدي اسالك اياه طال عمرك، السؤال اللي بدي اسالك اياه، تجاوب بسؤال ولا سؤالين؟ لا اعطينا يعني اختيار بين هذا وهذا. اما سؤال بالجاوبي او بتجاوبي سؤالين ورا بعض صحيحه حسب السؤال. ما بعرف، اعطيني السؤال. بدك السؤال سؤال واحد يعني سؤال واحد. بدك السؤال سؤال سؤالين سؤالين اللي بقدر عليه بجاوب. طيب 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 خلينا نشوف طال عمرك السؤال شو بحكي. ما بحرث الأرض إلا صاحبها. جارها أو المحراث. سؤال إليك، ما بحرث الأرض إلا صاحب الأرض. جارها عجولها. هي بقول هاي أول إشي غششوك إياها. تمام ساي برطير. ركزي معي ركزي معي. السؤال الثاني نشوفه لإلي. يم الخلاخل مثل شعبي. يم الخلاخل أعتجون. يم الخلاخل حط خلخالك يعني ولا زينب خلخالك. إيه الخلخال اللي هو زينة الصبية يعني. يم الخلاخل ناس يا بابا. يم الخلاخل. طيب حظا اوفر وكل عام وانت بخير. وانت بخير. طيب لما تسابق جديد كل عام وانت بخير. وانت بخير. انا اسئله بعرفهاش. انا جنبك يلا. احنا توجيه. شو اخبارك؟ الحمد لله تمام. كيف اجواء رمضان؟ الف نعمة لله بصلاة على النبي. احسن العام الماضي وان شاء الله الله يبعد عنا يا الله يا ربي. طيب مع دواجن عزيزه احنا مكملين واياكم. سؤال ولا سؤالين؟ اللي بدك اياه. انت لا نجرب اول سؤال احنا. سؤال؟ سؤال.
طيب السؤال كله، ما هي أفضل طريقة لسحب بساط سجادة فوق فيل؟ أفضل طريقة لإني أسحب سجادة فوق فيل. لا صعب صعب. نعم. شو ذاك؟ ديروا بالكم لا توقع. سؤال خفيف أنا. أفضل طريقة كيف بدي أشيل سجادة فوق فيل؟ فيل. بجيز الرسمة على. لا مش بالحبل. بجيز عليه. رفع رفع. أفضل طريقة. لف. لف من لف. تعملوا شاورما الفيل. مش عارف. أفضل طريقة أشيل سجادة فوق فيل. أفضل طريقة. واحد. سحب سحب تسحب سحب. والديسكات اللي بدها تصير فيه فيل حقيقي اول شيء فيل حقيقي ولا تمثال؟ تمثال لا حقيقي. حظا نفر وكل عام وانتم بألف خير. مشاهدينا متابعينا مكملين وإياكم في برنامج الصفقة في واحدة من أجمل مدن الضفة الغربية، مدينة نابلس اللي لها الطقس الخاص المتعلق بالطقوس الرمضانية، مع برنامج الصفقة مع دواجن عزيزة، دجاج صحي، أعلاف نباتية، طريقة ذبح حسب الشريعة الإسلامية، وكذلك أيضا فحوصات مخبرية طبعا لضمان منتج فلسطيني بنفخر فيه وخالي من البكتيريا. أكيد إحنا مع متسابق جديد زميلنا لإلنا شفناه في السوق فادي الجيوسي في هذه اللحظات. كل عام وانت بخير. وانت بخير. يعطيك العافية. الله يعافيك. كيف أجواء رمضان؟ والله متعبة. تحياتي يسعده. بلد نابلس حلوة، فيها تقاليد وعادات قديمة، ريحة المخلل يعني قاتلة. تخيلك للجاجة هيك مع ملوخية. حوض ملوخية. في حوض ملوخية. صحة وعافية. طيب جاهز معنا نسألك سؤال ولا سؤالين؟ قرر. سؤال. سؤال. طيب يا فادي. السؤال السؤال بحكي لك، ما هو أول الفاكهة؟ أول الفاكهة الباكورة. الباكورة. طب بدي أسألك، مين أكثر واحد بتحبه من المصورين؟ أكثر واحد بحبه من المصورين فادي بعون. مين كده؟ أنا مش رح أحكي سامر حبش. طيب مع برنامج الصفقة مع عزيزة أكيد هاي قسيمة شرائية بمئة شيكل على فيديو بإمكانك تسلمها. كل عام وأنت بخير. الله يسعده. هيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم من مدينة نابلس. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، أكيد إحنا راح نكمل مشوارنا في الحلقات في المدينة، مزيد من الجوائز بالتأكيد، أكثر الجوائز اللي راح تكون معنا في الحملة 100 شيكل قسيمة شرائي ثلاثة يوميا، وبالتأكيد مع دواجن عزيزة، دجاج صحي، أعلاف نباتية، والجاجة بتكون مبسوطة. تحياتي الزغلول من خلف الكاميرا خالد بدير.